بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي السيد كميل أبو سليمان وزير العمل بالجمهورية اللبنانية رئيس المؤتمر. معالي الأخ فايز بن علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية. أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود، السيدات والسادة أعضاء الوفود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يطيب لي أن أنقل لكم جميعا أجمل التحيات وأطيب الأمنيات من عمال مملكة البحرين وأمنياتهم لهذا المؤتمر الموقر بالخروج بنتائج طيبة ترتقي إلى طموحات الشعوب العربية وعمالها. كما أغتنم هذه المناسبة لأهنئ معالي السيد كميل أبو سليمان لاختياره رئيسا لهذا الدورة، واثقين في أن ما يتمتع به معاليه من حسن إدارة وحكمة وحنكة سيقود أعمال هذه الدورة نحو النجاح والتوفيق وتحقيق ما نصبو إليه جميعا من أهداف نبيلة في خدمة أطراف العمل العربية ورفعة شأن قطاع العمل العربي. كما أهنئ نواب الرئيس ورؤساء الفرق وجميع من أسندت لهم مهام في هذه الدورة على اختيارهم من قبل زملائهم أعضاء المؤتمر، متمنيا لهم التوفيق والسداد في الأعمال الموكلة إليهم. الشكر موصول إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرعايته واستضافته لأعمال هذا المؤتمر. دعواتنا بالتوفيق والنجاح لمصر وشعبها الشقيق، الخير والسلام. السيدات والسادة، يحمل تقرير معالي المدير العام في هذه النسخة عنوان تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل، الذي يؤكد على أهمية الحفاظ على المسطحات المائية وإدارتها السليمة لاستثمارها بالشكل الأمثل لتوفر لنا بالمقابل الكثير من فرص العمل، خاصة وأن الدول العربية تمتلك آلاف الكيلومترات من السواحل التي تزخر بثروات طبيعية تساهم في تنويع مصادر الدخل وتحسين معدلات النمو لديها، بما يسهم في تخفيض معدلات الفقر والحد من ظاهرة البطالة المستفحلة وإيجاد فرص عمل قائمة على قاعدة من الموارد المتنوعة في إطار مسطحات مائية سليمة. أما التقرير الثاني فيأتي تحت عنوان دور التكنولوجيا الحديثة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، حيث أن الانخراط في عملية تنمية شاملة ومستدامة يتطلب إدماج جميع مكونات المجتمع وكافة فئاته لاستفادة من قدراتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الأخوة الزملاء، المنطقة العربية تواجه حاليا المزيد من التقلبات السياسية والتي لها أثر مباشر وكبير على العمل والعمال، ولا بد أن يكون للاتحادات النقابية العربية تحركات مواكبة لأحداث وقدراتها على التفاعل معها وأن تكون أحد محاور رسم المستقبل في تلك البلدان، لا أن تمثل رد فعل التحولات السياسية. وأود في هذا الصدد أن أنوه بما تشهده الساحة السودانية من أحداث فارقة في مستقبلها والتي سيكون لها أثر واضح على مستقبل العمال والنقابات التابعة لها. ونؤكد من هذا المنبر على موقفنا الداعم للأشقاء في السودان والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصلحة الشعب السوداني، وهو موقف مملكة البحرين الرسمي أيضا. كما تواجه المنطقة تدخلات أجنبية تأتي على رأسها الأطماع الإيرانية، أبرزها التدخل السافر في اليمن ومحاولة التأثير على الوضع الأمني للمملكة العربية السعودية، وكذلك ما تعاني منه مملكة البحرين منذ سنوات بصفتها بوابة منطقة الخليج التي تحاول إيران التسلل عبرها للخليج العربي والجزيرة العربية، ولكن يتم دائما التصدي لها وإفشال جميع مخططاتها لزعزعة استقرار مملكة البحرين، حيث ضرب شعب مملكة البحرين مثالا يحتذى به في حبه لوطنه وقيادته والتفافه حولها والتفاني في الدفاع عن مقدراتها ونبذ
الفتنة الطائفية التي أرادت إيران زرعها في البحرين ولاقت الفشل الذريع، وبالإضافة للمخاطر السابقة فإن دول الخليج تواجه تحديات خاصة بتقلبات أسعار النفط والتي تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الخليجي وكذلك الاقتصاد العربي. السادة الحضور الكرام، السيد الرئيس، أصحاب المعالي، السيدات والسادة، هناك ثورة قادمة في فرص العمل تحتاج منا للعمل بأكبر قدر ممكن للحاق بها. تلك الثورة تتوسع كل يوم وتظهر لها أذرع جديدة تحتاج لقدرات وأمكانيات غير متوفرة في كثير من الخريجين والموجودين في سوق العمل. ولذلك أدعو من هذا المنبر للبدء في إيجاد برامج تدريبية مستحدثة وغير مألوفة تتعامل أو تستطيع مواكبة هذا التسرع الرهيب في نوعية الوظائف المطروحة في سوق العمل، بل أن يكون لتلك البرامج القدرة على تجسيد إبداعات الشباب في هذا المجال ومنحهم الفرصة لتنفيذ أفكار حديثة لمشروعات غير مسبوقة كما نرى حاليا في سوق التكنولوجيا المالية والصناعية. وهذا الأمر يعود بنا مرة أخرى للحديث عن التعليم وتطوير المناهج بجعلها تلائم تلك المرحلة وتلبي متطلبات سوق العمل وتساعد على خلق مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر للخريجين ودعمها بكافة السبل. السيدات والسادة، كما أود هنا أن أؤكد عن دعم وتأييد عمال وشعب مملكة البحرين الكاملة للقضية الفلسطينية وإدانتها لممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بصفة عامة وضد العمال الفلسطينيين بصفة خاصة، ومساندتنا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس العربية. معالي رئيس المؤتمر، السيدات والسادة، وهنا تهنئة واجبة لمعالي الأخ النقابي الكبير فايز بن علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية لتزكيته لولاية جديدة لقيادة منظمة العمل العربية، حيث استطاع خلال الدورة الماضية في النهوض بهذه المؤسسة وأصبح لها دور ريادي في رعاية حقوق وحريات العمال العرب بجهده وجهد العاملين معه في المنظمة، متمنيا له التوفيق والنجاح والسداد في أعماله القادمة، كما لا يفوتني توجيه تحية واجبة لإخواننا في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيسه القائد النقابي النائب جبال المراغي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وتحيتنا لشعب مصر الشقيق داعين الله تعالى أن يحقق ما يصبو إليه الجميع من استقرار وتقدم وازدهار ورقي لجمهورية مصر العربية ولشعوب أمتنا العربية. وفي الختام أكرر تمنياتنا للمؤتمر بالنجاح وأن تكون توصياته وقراراته لمصلحة الطبقة العاملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.